اهلا مشاهدينا من جديد. مشاهدينا ضيفتنا وجودها في المناسبات مهم جدا، وطبعا دائما ان شاء الله تكون متواجده في المناسبات السعيده، تحديدا ان هي عندها القدره على تعديل المزاج. مشاهدينا ضيفتنا طبعا هي الصبابه ام فهد او الصبابه رحمه فلاته، واللي معروفه ما شاء الله بانها موجوده في هذه المهنه من اكثر من 20 سنه. مساء الخير يا ام فهد وحياك في سيدتي. يا هلا وسهلا فيك يا حبيبتي، مساء النور. يعطيك العافيه، شرفتينا. وخلنا نتكلم عن البدايات، متى بديتي بعملك؟ والله بديت عملي هذا تقريبا تقدرين تقولين من قبل 20 سنه 18 سنه وانا باديه فيه. طبعا بديت على يد قهوجيه معروفه اللي هي مريم ام خالد، يمكن سمعتي عنها، وهي علمتنا بصراحة يعني سر المهنة وشلون نعلم الصبابة، شلون توقف وشلون تلبس وشلون تقدم للناس القهوة، وعلمتنا وش أنواع القهوة الكويسة المضبوطة. وإحنا والله وفتحت لنا المجال وعلى يدها تعلمنا ومشينا فيه الحمد لله. ما شاء الله. شوفي أم خالد، عفوا أم فهد، من كلامك يعني واضح أن في تفاصيل لهذه المهنة. أي أكيد. لكن قبل ما نتكلم عن هذه التفاصيل، طب بالنسبة للأهل، هل كان مثلا في الاعتراض ومثلا قالوا لك لا شوفي مهنة ثانية، أو لا من البداية كانوا موافقين على عملك؟ لا والله كانت أنا اللي خلاني أني أقدم على هالمجال ظروفي، كانت ظروفي صعبة. كنت أم. كيف كانت؟ أي كنت أم لأربع أبناء وفقدت زوجي الله يرحمه ويرحمه. آمين يا رب العالمين. فاضطريت أني في وقتها بصراحة ما كان في مجال مفتوح للمرأة غير هالمهنة. يعني كانت تعرفين كان أول ما هو بكل مكان يعني بيستقبل حرمة بتشتغل كل وظيفة، لا كان يعني حاجات مختصرة، ممكن يا أنها تشتغل عن طريق البيت أو أنها تشتغل مدرسة أو غيرها، أو أنها تشتغل شغلة زي هذه. طبعا أنا فضلت هذه لأني أريح لي وما فيها صعوبات كثيرة. اي طبعا دربت على يد اللي ذكرت لك اسمها والحمد لله، ودربت ناس كثيرين. اي انا كنت اول في البدايه معها كمشرفه كنت اطلع. اي شوي شوي صارت تعلمني شلون اصلح القهوه، وصرت انا اصلحها وصرت اعلم شلون بتذوق القهوه تصلح. ان شاء الله اليوم. ان شاء الله حبيبتي. طيب يعني الحمد لله مثل ما ذكرتي كذا الدنيا، ما احد يضمن ايش اللي يصير معنا، لكن مثل ما ذكرتي ان اضطريتي والحمد لله مهنه شريفه وما شاء الله ربيتي عيالك الان كبروا، اللهم صل على النبي. الحمد لله كبروا، اللهم لك الحمد والشكر يا ربي، صاروا حريم ورجال. ما شاء الله. طب بالنسبه لك يعني ما كنتي في البدايه مثلا، هل انت من شخصيتك مثلا جريئه تحبي تكوني متواجده في المناسبات، او كنتي مثلا تخجلي في البدايه مع الوقت تغيرت شخصيتك؟ لا كنت بصراحه احب اني اكون متواجده في المناسبات. يعني كنت داخله المهنه وانا حبتها. اي احب اني اتواجد في المناسبات، واحب القهوه من يومي من صغري طبعا. اكيد قلت لك راية مزاج ما شاء الله. اي الحمد لله فلقيت نفسي فيها سبحان الله. اي بس الحين طبعا مع هذا يعني تغير بصراحه، ما عاد يعني ما عاد صار الطلب عليها. يعني اول كان طلب على القهوجيه وعده القهوه، يعني كانوا الناس بصراحه يقدرون المهنه هذه اكثر. طيب شو اللي تغير؟ انا هذا واحد من اسئلتي، ان زمان الصبابه كانت لازم تكون موجوده يعني. أيوه. واكيد طبعا في احد يساعدها، لكن الان الطلب قل مره بكثير. الحين صاروا مثلا احنا كمثلا انا عندي اغراض هذه، صاروا يطلبوا مني اني اجر لهم الاغراض واجهز لهم ترامس، يعني ما يبغون الصبابه الحرمة اللي تصب، لا يبغون الأغراض العدة المعاميل وكذا، يبغون الترامس بس. أي ما أدري والله، يمكن كل واحد له وجهة نظره، بس في ناس لين الآن يفضلون أن تحضر الصبابة. طبعا هذول الناس بصراحة اللي هم يقدرون الحاجة. أي يقدرون المهنة نفسها. طب وبالنسبة لل يعني شوفي في ناس مثلا يقولوا انهم يحبوا تكون موجودة الصبابة لسبب، لانها مو بس يعني تقدم وتكون بالواجب او الضيف، لا انها تعمل جو. اي صح تعمل جو فعلا، هذا اللي يصير. اي بصراحة تعمل جو، هي تعمل جو وتذكرك تذكر ايام زمان الناس، يعني شلون تعرفين الصباب لازم يكون لها زي خاص لبسها، ما بتكون جايه بس كذا لابسه لبس عادي مثل الناس، لا لابد ما يكون لها الشيله، تلبس الشيله والفستان هذا القديم. وسبحان الله في ناس يقدرون هالشيء، وبالذات الحريم الكبار. اي هم يقدرون، ممكن الحين اللي استغنوا عن هذا الشيء الشباب البنات، ما عاد يبغون واقفه عند راسهم تصب وكذا.
صاروا يفضلون الترمس قدامهم، خلاص كل واحدة تخدم نفسها بنفسها. أصلا خلاص يعني في بنات حتى ما يستخدموا الفنجان، أي القهوة بالبيالة على طول. أيوة بالبيالة، فهذا السبب يمكن أنه قل الطلب على الصبابة. طيب وبالنسبة لك قلتي أن في يعني لكم زي معين أو ملابس معينة، هو زي نفسه في كل المناسبات ولا كل مناسبة لها زي مثلا؟ لا هو طبعا الزي له طريقة خاصة، بس ممكن مثل أي ملابس ممكن اللون يتغير اللون، بس يعني الشيله وهذا لا، الشيله اساسيه. اي الشيله اساس الصبابه، لابد ما انها تلبس الشيله. اي أيوة والفستان برضو، مو باي فستان تلبس الصبابه، يكون لها زيها الخاص يعني، بس ممكن انها تطلع بعده موديلات بس تكون خاصه لها. اي طب وبالنسبه لك العده اللي عاده مثلا اذا طلبتي في زواج او مناسبه، شو العده اللي تكون موجوده معك؟ وتقريبا تكوني انت وكم وحده مثلا معك يساعدوك يحضروا؟ والله مثل ما اقول لك هذا الكلام يعني تقريبا كان قبل، بصراحه انا اخر مره يعني طلعت يمكن قبل يمكن حول 4 سنوات. بالله. اي والله قبل 4 سنوات. طبعا نكون تكون مثلا القهوجيه لي اساس، والصبابات مثلا يكون 15 صبابه 20 صبابة حسب المناسبة، وتكون معهم مشرفة. أي وطبعا تشرف على إيش اللي تتابع المشرفة؟ أنت قلتي أنك ابتديتي مشرفة. أي لازم الصبابة شلون توقف، كيف طبعا كلمين عن التفاصيل، كيف لازم توقف، كيف تتصرف. أي وطبعا في بعضهم ما يعرفون الدلة شلون تمسكها، لازم الدلة تمسكها بيدها اليمين اليسار عفوا، والفنجان يكون على يدها اليمين على اساس لا صبت تقدمها شو اسمه الشخص اللي قدامها. الوقفه شلون توقف، شلون تمشي، يعني بصراحه كانت في تفاصيل مره دقيقه. كيف المشي؟ طيب هذه لفتت انتباهنا، كيف المشي؟ اي لازم تمشي يعني مو بتمشي بسرعه الخطاوي وبسرعه وكذا، لا لازم تكون راكزه رزينه في مشيتها. شلون تبتسم للناس، تقدم تصب القهوة شلون تصبها مثلا كذا. نشرب قهوة. أيه. حلو. ما تصبها كذا لا. احنا عندنا تصبها كذا. الله القهوة حارة، سلامتي. طبعا اي لازم تصبها بهالطريقة هذه. اي وفنجان وشلون تقدمه، تكون مبتسمة ما تكون عابسة الوجه قدام اللي تصبه. المخرج يسألنا أخونا علي المالكي، لازم الرنة هذه اللي أي بصراحة لازم الرنة هذه على الفنجان هذا من الكرم يقولون. والله أي من تقدير الشخص اللي أنت بتقدم له القهوة. طب وصب القهوة يختلف عن صب الشاي؟ صب الشاي يعني يختلف الشاي طبعاً. أو الحبق أو النعناع، كل شيء لا طريقته ولا كله إيه لا طريقته طبعاً. الشاي ما بتاخذ بريق وتروح تصب للناس وهم قاعدين في مكانهم، لا الشاي بتعبي الطوفرية بتشكلها شاهي وقهوة، شاهي ونعناع وجنجبل مثلا، وبتروح تقدمه. طبعا هو بعد له قوانين يعني، بتمسك الصينية كذا، لابد ما يكون الأيادي البيالات المصفوفة عندها تكون قدام الناس أساس إنه يشيلونها. الملعقة لازم تكون باتجاه معين، ما تكون ملعقة واحدة جاي كذا واحدة كذا، كلهم بنفس المكان. أي كلهم بنفس المستوى ونفس المكان مصفوفين. السكر شلون تقدم للناس يعني تفاصيل حلوة بصراحة، وتقدمها ب يعني تقديرها للشخص اللي واقف قدامها. طبعا في ناس تقدم وهي واقفة، لا لازم تنزل الصينية شوي كذا تحت وعلى أساس اللي قدامه ياخذه. طب إذا بتضيفي مثلا حرمة كبيرة غير مثلا تضيفي واحدة سنها مثلا عادي أو صغيرة، كبار السن لهم معاملة خاصة في الصبابة ولا اي نفس طبعا الطريقة؟ هي نفس الطريقة، ما يختلف، بس انه دائما كبير السن له احترامه. اي اكثر من اي شخص ثاني. ولازم الصبابة تكون بالها طويل، توقف. كيف؟ توقف لما تصب الفنجان، ما تروح، ما تنصرف تصب الفنجان وتروح، لا توقف عند اللي هي قاعدة تصبت لها الفنجان لين تقول لها بس، او تهز الفنجان تقول لها خلاص اكتفت. اما انها تعطيها فنجان وتروح، لا لازم تكون واقفة. طب بالله يا رحمة، أنت الآن لما تروحي مثلا زواجات أو مناسبات تشوف الصبابات، كيف تحسي وكيف تقيميهم أكيد من أول لحظة؟ أي بصراحة شو اللي يعجبك واللي ما يعجبك؟ لا بعضهم بصراحة أقول إيه هذه ما شاء الله عليها، كأنها من الزمن الأول صبابة، كأنها من اللي عرفناهم من أول. وفي ناس لا والله أقول يا ربي إيش دخل هذه بالصب، شلون جاية تصب، ما هي عارفة إيش قاعدة تسوي أصلا. يعني يختلف بصراحة. الحين مو كل من جاك ولبس الفستان ولبس الشيلة قال أنا صبابة، لا ما يصلح. أي أو كل من صلح قهوة وقال أنا قهوجية، لا لازم القهوة تعرفين أنواع القهوة وشلون تنطبخ القهوة، كم يبغى لها فوق النار. أي بصراحة روعة. الله يسلمك. فعلا تسلم إيديك. طب القهوة لها طريقة خاصة
اي طبعا لها فنيه. انت تشتغلي يعني انا حسب ما شاء الله من كلامك ان من اربع سنين ما كان عندك ما في صب. أي بصراحة. اكيد تشتغلي حاجات ثانيه. أي طمنينا القهوه ايش وضعها، تشتغلي في القهوه ولا لا؟ القهوه يعني ساره مثلا كوفيات يطلبون مننا مثلا نصلح لهم قهوه بالترامس، لانه العمال اللي في الكافي ما يعرفون يصلحون القهوه العربي، فنصلح. صار يعني تجينا طلبيه تصليح قهوه وانا قاعده في البيت مثلا. اي اصلح كم من ترمز طلبيه مثلا للمقهى الفلاني يجي ياخذ. اما الطريقه طبعا فيه انواع القهوه اساميها اي شلون احطها اطبخها، طبعا اعرف سبحان الله لا شربت القهوه هذه كم قاعدة تنطبخ. هذه خلاني ولا هيراري ولا هذا خلاني؟ خلاني هو الأفضل أعتقد. هو الأفضل ودرجة أولى. فالحمد لله نقول. وطبعا بصراحة قل، وعساس إنه قل الطلب على القهوة وعلى القهوجية وعلى هذا، فأنا دخلت مجال ثاني. وهو؟ أو هو مثلا عندك مثل هذه العلبة. هذه تصليحي أنا طبعا، علبة ما شاء الله تحطين فيها حلاوة. أي هذا أنا أصلحها يعني. وعندك هذا مثلا علبة السكر، هذه يعني إذا أحد طلب منك للمناسبات مثلا علبة سكر أو أيوة. علبة حلا أيوة. توفريهم. أي أوفرها أي مثلا زي كذا، هذه قارورة المويل بالثيم هذا اللي عليها نسوي. طب خلنا الآن في السكر. هذا السكر نكهات أو كله سكر عادي بس تغليفة مختلفة؟ لأن في سكر بالزعفران. لا مختلف، في بالزعفران وفي السكر الأسمر العادي وفي الأبيض. وفي الأبيض. طيب وبالنسبة للحلا هذا الصندوق خلينا بس نرفع شوي للكاميرا. تسلمي. طبعا عليه ورد ولولو وفي طبعا حلويات معمول هذا ولا شوكولاتة ولا حلا؟ شوكولاتة شوكولاتة حلا في منها بالجوز الهند أكثر من طبقة طبعا. هو مليانة العلبة. أي مليانة كل واحدة نوع. هذه العلب تنطلب منك بأي مناسبات بالغالب؟ في الزواج. زواجات. اي زواجات العوائل يطلبون زي كذا. انا حلوه حتى ممكن تنفع لو في مثلا مواليد ولا شيء. ايوه هدايا برضو حسب بعض الناس يجون يطلبونها كصلحين انا بنحط فيها هديه نقدمها، وبعضهم لا للحلويات زي كذا نصلح منها مجموعه. طب والقوارير الماي؟ قوارير الماي برضو هذه يصلحها كتلبيسه كذا. تلبيسه. اي تلبيسه وممكن نحط الثيم عليها حسب الطلب. وزي كذا برضو هذا علب السكر. اي علبة السكر حط عليها كريستال هذا برضو شغل. وكيف يكون بالبيع او بالايجار ولا حسب الطلب؟ لا بيع، بيع وطلب. بيع وطلب. أي احضر معارض انا صرت اسويها وسعنا البزنس شفتي. الحمد لله ايش نسوي، هذه الحياه تتطلب. اذا شغل برد ندور لنا شغل ثاني طبعا اكيد. أيوة. طب والحاجات الحلوه ترى الكل شوفي هنا بالغرف الكنترول روم موصيني على الحلا والكليجه والحاجات الحلوه اللي هنا. عليكم بالعافيه قلبي. طبعا يسلمك. هذا عباره عن شو اسمه زمان ما كان في الحلويات الشوكولاته ما الشوكولاته، وهذا كان الناس في الظنون طبعا مع القهوه ذا التمره المعمول الكليجه هذا اللي يتقدم. الفناجيل شوفي شلون كانت كذا في الغداء كانت تنحط. ما كان صينيه زي كذا. اي شو اسمه قرص عمر، يعني هذه الحاجات البسيطه اللي كانت تتقدم اول مع القهوه والشاي. طب هذه الصينيه او السفره الموجوده على الارض يعني تكون برضه تنطلب منك الى الان تنطلب بهذا تنطلب. الشكل؟ اي تنطلب. شو الاكثر ينطلب المودرن الجديد ولا القديم؟ لا طبعا الجديد. الجديد اكثر. الجديد اكثر، هذا له ناسه مثل ما قلت لك الحريم الكبار يحبون شغل اول سبحان الله. وبرضه ممكن في المواسم في رمضان ينطلب الاشياء الشعبيه. اي فيجينا طلبيه صلحي لنا اللون الفلاني الخوص الفلاني ونصلح لهم. والدله القديمه هذه طبعا اختلفت الدله. هذه طبعا دله لها ماضي. ايوه لكن الحاجات القديمه يعني علي متابع معي طبعا علي المالكي قال لي احلى طعم. اي والله ان خلاص انك فيها تكون مختلفه. تكون مختلفه مره بصراحه. اي لها مكانتها ما زالت محفوظه. طب بالنسبه يعني انا مستغربه تقولي ان هذه الحاجات القديمه بس مطلوبه برمضان او بالمناسبات. اي مواسم معينه. مواسم معينه. ومثل ما قلت لك في بعض الناس يعني يحبون مثلا عندهم بيت الشعر في البيت فياتثونه كله من الحاجات القديمه. إيه تنطلب ويكون عندهم موجود في البيت على طول. في بعض الناس لا، جاء رمضان أو عندهم مناسبة برضو يبغون يحطون ركن شعبي نصلح لهم من الأشياء الشعبية القديمة. طب عموما إذا في طلب مثلا سواء ركن شعبي أو طلبات العزومة والزواج تستقبل الطلبات قبل كم؟ حسب الناس يعني المعازيم، لأسهار معزيمهم عزيمتهم كبيرة طبعا أقل شيء شهر.
إيه؟ أقل شيء شهر. أقل شيء شهر إيه؟ موعد قبله بشهر يعلمونا نجهز لهم. أما اللي كانت يعني ها ناسهم شوي يعني مختصرة. كم يعني العدد إذا شوي وإذا مثل ما قلت شهر؟ إذا شوي 15-30 هذا شوي إيه؟ الكثير 100-150 شخص هذا يعتبر عزيمة كبيرة. قبل بشهر لازم قبل يكون في حجز. إيه لازم يكون في حجز وموعد. إيه؟ طب الآن رحمة دربي صبابات؟ والله ممكن أفكر لجاني. لأنك قلتي أنك كنت تدربي صبابات. إيه كنت أدرب صبابات. إيه كان في الأول يوم كانت المهنة متطلبة وكذا. والحين أدرب صبابات ممكن في أحد البيوت الكبار يجوا إيه يطلبون مثلا تعالي عندنا جايبين واحدة ما تعرف تصلح قهوة نبغاك تدربينها. شلون تصلح القهوة شلون تصب فأدربها. والقهوة أنا برد يعني برد وبرجع لموضوع القهوة. إيه؟ القهوة لك طريقتك الخاصة أو كل مناسبة لها مثلا قهوتها أو حسب الطلب تسوي؟ لا لي طريقتي الخاصة. خلاص معتمدة في كل المناسبات. أيوه في كل المناسبات طبعا. نكهة القهوة الخاصة فيني أسويها، لكن طبعا في أشياء ثانية يطلبونها الناس غير القهوة العربية، هذا حسب الطلب. مثل إيش يطلبون؟ الحاجات الثانية شاي العدني، القهوة البيضة دخلت هذا وما كان موجود، قهوة بيضة، السحلب، الكابتشينو، قهوة تركي، هذه كلها توسعت. أول كان مختصر قهوة شاهي جنجبيل نعناع. اي اما الحين لا يبون القهوه البيضاء الشاي الاخضر الشاي الابيض وعدي يعدي. طب واشتراكك في المعارض مثل ما قلتي لنا تشتركي في المعارض الان؟ اي والله اشترك في المعارض الان، طبعا اشترك في المعارض الحين كذا حاليا ان شاء الله في رمضان في نيارة في معرض بكون ان شاء الله مشتركه فيه باذن واحد احد ان شاء الله. اي وفي في سيدانا برضو شهر 7 ان شاء الله بكون موجوده. طبعا لي اشياء اللي هي مطرزات اكثر من طبعا الموجود، توسع ما شاء الله يعني بصراحه بكميه كبيره، يعني هذا شيء بسيط عندي اشياء مره كثيره طبعا. مفارش طوافير هذا كله شغلي، مفارش طاولات وحاجات يعني كلها افواط دخلت توسعت فيها. كانت بصراحه في كيف الطلب عليهم؟ الطلب عليهم يعني بصراحه مو مره بس اني انا ليش مشيت في هالمجال بصراحه شفت مو موجود عندنا. صحيح. اي دائما اللي يجي مستورد من برا، اي الفوط المطرزه وهذا كل شيء من برا. لا طيب انا اقدر اسويها هنا واسويها بصراحه ولها ناسها اللي يقدرونها. اكيد طبعا اكيد. أيه. ان شاء الله دائما ان شاء الله من توسع لتوسع اكثر. آمين. وللامانه القهوه مشاهدينا صراحه رائعه جنن. انا بخلي الدلة عندي عموما. رحمه احمد فلاته المعروفه بام فهد، طبعا شكرا جزيلا على حضورك فنستينا صراحه وسعدنا بوجودك. ومشاهدينا مستمرين في سيدتي لكن بعد الفاصل.